ممكن يعني هتكلم مع حضرتك بأمانة شديدة. احنا في وقت ما من الأوقات كنا بنعتبر انه لما يكون في نسب اعلانات جاية من شركات عالمية، نسب الاعلانات دي هي اللي بتدفع تكاليف اخراج وانتاج البرنامج. قد يكون في محتوى اعلامي موجود جوه هذا البرنامج موجه من الشركات العالمية ديت، لانه عارف انه دوت بيدخل كل البيوت، وعارف ان هو بيخش بدون اي نوع من انواع ضوابط. الضوابط، وبنيجي احنا نحقق ده بدون ما يبقى لينا حتى مصلحة مادية. يعني انا اطلع اقول ابعد تماما عن الاخلاق، وابعد تماما عن الروح الرياضية، وازكي روح التعصب، واقول مش عارف مين قال ايه وانتوا هتعملوا ايه، وكأني بعمل اللي بعض الشركات المسيطرة على سوق الإعلانات وكلام زي كده، ويبقى ليها رسالة عايزة تدسها زي السم في العسل صحيح للأجيال الناشئة. صحيح وبعدين بعد كده أقول إن الأجيال الناشئة إزاي بتتجاوز في الألفاظ، وإزاي بتتجاوز في الأداء العام، الآداب العامة. ما هو أنت وأنت يوتيوبر مسؤول عن تربية هذا النشء، فلما تعمل فعل غير صحيح او تتلفظ بقول غير صحيح، ده هيؤدي الى انه النشء دوت يتعلم منك ويتفرج عليك زياده وزياده، ويشوفك وانت بقى بتقول المره اللي جايه تجاوز اكتر واكتر واكتر، وبعدين الجانب الاخر يرد عليك اكتر واكتر واكتر، لغايه لما تحصل كارثه زي ما حصل في بورسعيد. ربنا يرحم الله شهدائنا طبعا اللي عمرنا ما هنرساهم، او زي ما حصل في الدفاع الجوي الى اخره. دي صحيح كوارث. صحيح. دكتور حازم ياسين، نرجع تاني للناشئ، اللاعب الناشئ حازم ياسين. حضرتك بتتكلم على الناشئ، الناشئ حازم ياسين اللي اتربى في النادي الأهلي مع أبو الأشبال، القيم والمبادئ دي اتعلمتها ازاي في النادي الأهلي اللي خلت ليك هذه المكانة وهذه النبتة اللي طلعت بهذه الشخصية اللي بتتكلم بكل حب وبكل احترام؟ يعني أول درس اتعلمته وانت بترتدي فانيلة النادي الأهلي؟ على فكرة هو ده زي ما قلت لحضرتك، من قبل الالتحاق بفرقة الكورة، زي ما بقول لحضرتك من كده، أيام الكابتن رويتر. من أيام الكابتن رويتر أنا كنت بشوف أولياء الأمور بيتعاملوا ازاي مع كابتن رويتر زي ما يكون ناظر مدرسه. يعني هم بيشوفوا مثلا انه النهارده مثلا كابتن رويتر بيقسو على اولادهم، مفيش حد يقدر يتكلم بس ويقول له ابني الميه ساقعه، الدنيا شتا، ازاي بتزعله. احنا دلوقتي بنشوف اولياء الامور ممكن يتدخلوا وتلاقيهم عمال بيطارد المدرب عشان ما لعبش ابنه او ما عمل، يعني بنسمع عن كده كتير. صحيح. فقصدي القيم ديت كانت موجودة ومرساة. انت حضرتك، انا الجنينة بتاعت النادي الاهلي دي والمبنى اللي هو فيه الكؤوس والكلام ده، وعائلات عارفة بعضها وناس، مفيش يعني اطفال كده مش بتتكلم، لا ده في، انت ما ينفعش تشوف حد اكبر منك الا ما بتقول له حضرتك. لو مفيش كراسي وحد كبير جاي انت بتقوم تلقائيا، لازم هو الكبير اللي يقعد. فهي كانت اعتقد انها كانت حاجه شائعه جدا في المجتمع المصري، وطبعا في الوقت دوت كمان شائعه اكتر واكتر في النادي الاهلي. احنا بالنسبه لنا صلاه الجمعه في النادي الاهلي دي كانت حاجه، يعني انت رايح هتصلي الجمعه في النادي الاهلي، ده هتروح تصلي الجمعه فين؟ في النادي عادي يعني. وانا فاكر كتير جدا انا واختي ربنا يديها الصحه، هي اكبر مني بسنتين، ان احنا بقى كنا ساكنين في منطقه جنب النادي الاهلي، يا دوبك بس نعدي كوبري قصر النيل، فنروح ونرجع بعد شويه. بابايا بقى خدنا على ان احنا دوت مش المشوار التقليدي بتاعنا. في الناشئين بقى انت بتبص على الفريق الاول، الفيرست تيم، ده بالنسبه لك انت قاعد يعني مندهش. انا مش فاكر كان ماتش اعتزال مين، رحنا كاشبال علشان في ماتش الاعتزال نطلع قبل الماتش، والرهبه بتاعت استاد القاهره وانت شايف اللعيبه العظيمه دي اللي هم لغايه دلوقتي اساطير، يعني طبعا بتكلم في كابتن شريف عبد المنعم وكابتن خطيب، يعني اسامي اللي هو يعني بتشعر بالفخر، انت قاعد مش قادر تتكلم من الاندهاش. فاعتقد انه في الفتره دي طبعا كمان كنا بنشوف اللعيبه الكبار وهي بتلعب في فريق الشمس،
أيوة. فانت شايف تدرج الناس وشايف اللعيبه النجوم قوي اللي انت ما تعرفش غيرهم وهم بيعاملوا فريق الشمس بيعاملوه ازاي. موجود لحد دلوقتي فريق الشمس. فانت انت بتشوف بقى يعني هو بيتعامل مع الاكبر منه زي ما انت بتتعامل معاه بالظبط، بيقوم ويوقف له يعني حنين واحترام. فهي القيم دي كانت في الوقت دوت حاجه اعتقد انها كانت شائعه في مصر كلها، لكن انا اتعلمت كتير جدا منها في النادي الاهلي الحقيقه.